وللحديث عن حملة المساعدات الإغاثية الجديدة التي قام بها القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية في مدينة الموصل، معنا من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى دكتور ناصر الفهدوي. أهلا بك دكتور ناصر. بداية، هل وضعتنا في تفاصيل أكثر عن حملتكم في مخيم ديبقة بالموصل؟ حياكم الله سيد الكرام كريم. هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات الإغاثية التي أعدتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين، بتقديم سلسلة من الحملات الإغاثية مع بدء فصل الشتاء في موسمه الذي يؤثر تأثيرا كبيرا على أهلنا النازحين الكرام في مخيمات النزوح. هذه الحملة قدمتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بتوزيع 500 منحة مالية على العائلات الكريمة النازحة من الموصل وكذلك المهجرة قسرا من بعض محافظات العراق، وكذلك التي تم طردها قسرا من المخيمات التي تم إغلاقها في محيط هذه المنطقة، وتم توزيع هذه المنحة المالية لإعانة أهلنا النازحين على تجاوز بعض الظروف المعيشية الصعبة خلال فصل الشتاء. نعم دكتور ناصر، كيف تقيم أوضاع العائلات النازحة هناك؟ بصيغة أخرى، إلى أي مدى تحتاج هذه العائلات للمساعدات المالية والإغاثية العاجلة المتواصلة؟ المخيمات الآن في أغلب مواقعها بعيدة عن طرق المواصلات، مع عزوف الكثير من المنظمات عن تقديم الجهد الإغاثي لأهلنا النازحين في هذه المخيمات. هذه المخيمات تشكو من إهمال الجهات الحكومية المسؤولة عن دعم وإغاثة النازحين، إضافة إلى ذلك أن المنظمات الإغاثية قد عزفت وتركت هذه المخيمات منذ أكثر من سنتين، ضمن توجيه رسمي صدر من بعض الجهات الحكومية بأن لا يتم استقبال أي عائلة بعد سنة 2020، ولا يتم دعمها ولا تقديم الجهد الإغاثي باتجاهها، ولذلك هم يعانون ظروفا معيشية صعبة مع اشتداد الظرف المعيشي الصعب وكذلك وجود العائلات و تجمعها في هذه المخيمات الكبيرة المرمية في مناطق بعيدة عن متناول أيدي الدعم الإغاثي. ولذلك يعني منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية تضاعف جهودها مع التعاون المتواصل مع هيئة علماء المسلمين، وكانت يعني جهود إغاثية متواصلة في المدارس وفي النازحين وكذلك النازحين في المناطق في جنوب بغداد وكذلك في كركوك وبعض المناطق الأخرى في بعض محافظات العراق. إلى سؤال آخر، يعني بحسب متابعتكم لحال المهجرين على الأرض لا سيما النازحين منهم، يعني كيف أثر هذا التهجير القسري على وضع العائلات في مخيم ديبقة على وجه التحديد؟ حقيقة التهجير القسري على هذه العائلات هو تهجير متجدد على أحوالهم. هم عانوا التهجير القسري من مناطقهم، وتم تهجيرهم قسريا وطردهم من تلك المناطق ومنع عودتهم الى مناطق سكنهم الاصلي، ثم بعد ذلك دخلوا في دوامات اخرى من النزوح وكذلك دوامات اخرى من التهجير القسري. بعد اغلاق المخيمات هم من تهجير قسري من مناطقهم، ثم بعد ذلك اغلاق المخيمات بصوره قسريه، ثم بعد ذلك تم طردهم وتهجيرهم بصورة قسرية من المخيمات التي تم إغلاقها، مما اضطرهم إلى أن يأتوا إلى هذه المخيمات في ديبكة وفي كذلك الخازر وكذلك بحركة وبعض المخيمات المرمية في بزيبز وفي عمرية البلوجة وبعض المخيمات الأخرى الصغيرة المتبقية. المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى دكتور ناصر الفهداوي، شكرا جزيلا لك.